أهلا بحضراتكم، تحياتي كابتن إيهاب يوسف من قناة صوت الأهلاوية، وهي القناة المخصصة للدفاع عن النادي الأهلي ضد كل ما يقال يكتب يذاع في المواقع والبرامج الرياضية المصرية الغير محايدة زي ما طبعا ما كلنا عارفين. الحقيقة إنه طبعا عايزين في بداية الحلقة نبارك لجمهور النادي الأهلي وللنادي الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة، وبعد ما تغلب النادي الأهلي على نادي الترجي التونسي في عقر داره ب3 أشواط مقابل شوط واحد، وأحرز البطولة الأفريقية للمرة ال15 في تاريخ النادي الأهلي. على فكرة احنا كده هيبقى في غيرة بين الطايرة وبين القدم، لأنه القدم حتى الآن 10 بطولات فقط وإن شاء الله ال11 في الطريق، فيعني عايزين نساوي دي بدي، فهمتكم شوية يا رجال كرة القدم. كمان الحقيقة إنه يعني مش عايز أفوت الكلام اللي كتبه خالد الغندور على تويتر الخاص بيه او يمكن الفيسبوك، انا مش عارف، لما قال انه المفروض تشكرونا عشان احنا ادينا لكم الفرصه بتاع. الحقيقه انه يعني بس عايز ارد عليه واقول له نشكركم على ايه؟ يعني لما انتوا يعني مش عارف، على جبنكم، على خوفكم من انكم تلعبوا وتخرجوا بفضيحه في البطوله لانه منعوا السماح للاعبين اللي انتوا تعاقدتم معاهم ان هم يلعبوا، ثم انه اساسا انت لعبت المباراه النهائيه السنه اللي فاتت امام الترجي وخسرت 3 أشواط لا شيء، فاحنا السنه دي اخذنا بطار نادي الزمالك، ما فيش حد بياخد بطار اي فريق في مصر بيتهزم الا النادي الاهلي وحده، فانت المفروض يا غندور انت ونادي الزمالك تتقدموا بالشكر للنادي الاهلي لان هو اللي خد بطاركم من الترجي، وان شاء الله ناخد بطاركم من الوداد في المباراه النهائيه في بطوله افريقيا. طبعا انتوا عارفين انه الوداد اخدهم رايح جاي زي الفيلم بتاع اسماعيليه رايح جاي. كمان عايزين نبارك لابطال السله، والحقيقه انه السله السنه دي قدمت موسم تاريخي في النادي الاهلي لأنها فازت بال5 بطولات اللي كانت مشاركة فيهم، بطولة عربية، كاس مصر، دوري محترفين، دوري المرتبط، هي أنه يعني فازوا بكل البطولات اللي دخلوا فيها، وده طبعا يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق لأنه هو متولي ملف كرة السلة. طبعا يعني هو خالد العوضي لسه ما لحقش، ولكن يعني بصمته في السله لسه ما لحقتش تظهر، لكن خالد العوضي طبعا بصمته ظهرت في الطايره ومن قبل كده كره اليد لما فزنا بالسوبر الافريقي، وان شاء الله موعدنا يوم الخميس القادم في كاس افريقيا، نهائي كاس افريقيا لكره اليد، وان شاء الله انه شهر مايو يكون هو شهر البطولات للنادي الاهلي، ويكون يعني فتحة خير في جميع الألعاب، ناخد كل البطولات. فضل لنا احنا خدنا دلوقتي السلة وخلصنا الطايرة وخلصنا واحدة من بتوع اليد، ففضل لنا بطولة يد ونهائي أفريقيا لكرة القدم، إن شاء الله نحصل على الاثنين ويبقى كده خدنا العلامة الكاملة في كل الالعاب. على فكره النهارده كمان بالمناسبه يعني انه النادي الاهلي فاز على نادي الزمالك في دوري الكره الطائره 3-0. من الاخبار اللي عندنا النهارده انه النادي الاهلي راح للمحكمه الرياضيه وتقدم بشكواه الى المحكمه الرياضيه، وقام الوفد القانوني للنادي الاهلي بتسليم الشكوى اللي تقدم بيها الاهلي النهارده الى المحكمه الرياضيه الدوليه. طبعا كلنا عارفين انه بيختصم فيها الاتحاد الافريقي اللي هو الكاف، لانه طبعا طلع قرارات غير محايده، او بيعتبر ان الكاف نفسه كمان غير محايد، لانه اقام المباراه النهائيه قرر اقامتها في المغرب في استاد مركب الخامس،
وطبعا ده بيدي افضليه للنادي المغربي انه بيلعب على ارضه وسط جمهوره. وكمان ودي السنه يمكن الثانيه، كانت ممكن تبقى الثالثه لكن السنه الثانيه التاليه على التوالي، وده طبعا ما شفناهوش في اي قاره من القارات او اي اتحاد من اتحادات القارات الاخرى بيطبق هذا النظام، لانه كلنا عارفين انه باختيار الملعب مثلا في اوروبا بيختاروا الملعب قبل بدايه البطوله، وبالتالي ما بيبقاش فيه هناك مشاكل، لانه بيبقى خلاص كلنا عارفين انه البطوله النهائي هيتلعب في مثلا انجلترا على استاد مثلا ويمبلي، استاد اي حاجه بقى، يعني بيبقوا مختارينه من قبلها. وكمان النادي الاهلي دفع الرسوم الخاصه به الشكوى علشان يبقى الموضوع كله كامل ومتكامل. وطبعا عارفين انه النادي الاهلي بيطلب انه يا اما يتم نقل المباراه الى ملعب محايد، او كمان بيطلب انه لو المحكمه مش هتقدر يعني تقدر تصدر حكم قبل المباراه، فممكن مثلا بيطلب يعني انه يتم تاجيل البت في الشكوى علشان لغاية لما المحكمة تحكم، فممكن يتم تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى. بعتذر عن الغلط اللي أنا قلته، هو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى. وطبعا النادي الأهلي قدم حافظة مستندات بتؤكد عدالة موقفه، وإن شاء الله إنه النادي الأهلي يحصل على حقوقه كاملة متكاملة. نيجي لقائمة الفريق اللي دخلت المباراة بتاعت بكره بتاعت البنك النادي بتاعت البنك الاهلي، وكابتن بيتسو موسيماني او مستر بيتسو موسيماني اختار في حراس المرمى الشناوي ولطفي وشوبير، في الدفاع اخذ محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد نصير، ايمن اشرف، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد. وانا عندي هنا بس علامه يعني استفهام، لماذا لم يتم اختيار محمود متولي؟ برضو علامة يعني نقطة استفسار أو سؤال لبيتسو موسيماني، أنا الحقيقة مش عارف. خط الوسط أخذ محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، أحمد نبيل كوكا، زياد طارق، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان. أيضا فين محمد محمود؟ برضو أنا مش عارف، مع أن محمد محمود ممكن يلعب كأحد لاعبي الوسط الديفندر، ولكن هذه اختيارات بيتسو موسيماني. وفي خط الهجوم اختار بيرسي تاو، صلاح محسن، ومحمد شريف. وبرضو عودة لصلاح محسن بعد غياب طويل. عموما هي دي اختيارات مستر بيتسو موسيماني، واحنا علينا ان احنا ندعم، وطبعا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي بكرة، مباراة مهمة جدا 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 في مشوار بطولة الدوري، خصوصا بعد ما الزمالك عمال ينقط وخسر النهاردة كمان أمام طلائع الجيش 1-0. والحقيقة إنه عندي ملحوظة بس في المباراة بتاعت النهاردة، إنه الحكم يعني طبعا هو لو كان وجد فرصة إنه يحتوي الزمالك كان هيحتويه يعني، والدليل على كده انه في كوره فيها في ضربه جزاء واضحه في الشوط الاول لصالح اللاعب الافريقي بتاع طلائع الجيش اللي مدافع الزمالك اخذ واحده سوبلكس كده، والحقيقه انه هو يعني مش بس عرقله ده يعني، كان يعني مش عارف يعني مش عارف اقول ايه، ولكن الحقيقه الكوره يعني فيها ضرب وواضح جدا انها كانت ضربه جزاء، انا ما اعرفش هو الحكم تغاضى عنها ليه. في كوره كانت لعيبه الزمالك الشوط الاول قبل انتهاء الشوط الاول كانوا بيطالبوا بضربه جزاء، والكوره طبعا كانت واضح انها جايه هنا يعني في كتف اللاعب. المخرج بتاع المباراه عاد اللقطه بتاعه الكوره دي حوالي 4-5 مرات وبزوايا مختلفه. في الدقيقه 44 وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة كان في كرة بتوع طلاع الجيش طلبوا بلمسة يد داخل منطقة الجزاء، أنا ما أقدرش أحكم هي لمسة يد ولا لا، لأنه اللعيبة بتاع طلاع الجيش طلبت بيها، طلبت بضربة جزاء، ولكن مخرج المباراة وده الشيء الغريب إنه ما قعدش اللقطة في ساعتها، على الرغم إن اللعبة توقف يعني حاجة بسيطة عشان الحكم يعني قال يعني بيعمل نفسه بيراجع، و بعد كده لما عادوها بعد نهاية الشوط أو قبل نهاية الشوط بحاجة بسيطة
عدوها من زاويه واحده والصوره بعيده قوي، لا شفنا حاجه ولا تقدر تقرر حاجه ولا تعرف حاجه. الحقيقه دي يعني اولا هذا تصرف يشكك ان الكره كمان فيها لمسه يد. يعني انت كمخرج مباراه، انت ممكن تكون منتمي لنادي الزمالك، بس انت كده بتشكك الناس ان الكره دي كانت ضربه جزاء. يعني دي ما فيهاش نقاش يعني، لانك انت مش بتعيد. طب ما هي لو مش لمسه، لو ما لمستش ايد مدافع نادي الزمالك، طب ما تعيدها واثبت للناس كلها انه الكره دي مش ضربه جزاء. شيء غريب. الشيء الملفت للنظر كمان انه في هدف طلائع الجيش. الهدف يعني لعبه عاديه جدا، الكره اتنقلت من تحت، اتدرجت من تحت لغايه قدام، اخذها احمد سمير لعبها للمهاجم طلاع الجيش، انفرد وحط الكره جوه الجول. انا الحقيقه استغربت انه الحكم كان بيراجع الهدف في الفيديو، او يعني منتظر الفار علشان ياكد له صحه الهدف. الكره لا فيها اي نوع من انواع التسلل، لانه المدافع اساسا واقف، يعني حتى حامل الرايه ما رفعش. يعني مثلا انت شاكك ان في تسلل، حامل الرايه هيرفع، انما هو ما فيش اي شك في اي حاجه، لانه مهاجم الطلائع الجيش مدافع الزمالك مغطيه بحوالي 3 يارده، هو اللي كان متاخر عنه كان بعيد عنه. فانا مش قادر افهم الحقيقه هو كان يعني ليه استنوا الفار؟ هل كان بيحاولوا يجدوا مخرج للهدف ده ان هم يلغوه؟ انا الحقيقه مش عارف، وشكيت يعني انه ممكن يتلغي لاي حاجه. يجيب لك بقى لعبه من قبلها بخمس دقائق فيقول لك كانت فاول مثلا لصالح الزمالك وبناء عليه ما يتحسبش الهدف. شيء غريب الحقيقه وغير مفهوم. اخيرا اخر حاجه عايز اقولها، ودي اللي انا عايز اقارن بيها بين جمهور وجمهور اخر. الحقيقه انه اللي انت هتشوفه ده حضرتك على الصوره او اللي ظاهر قدامك دلوقتي هي شماتة جمهور نادي الزمالك في لاعبه حمزة المسلوسي اللي بيلعب في نادي الزمالك. لا لا ما تستغربش، ايوه جمهور نادي الزمالك بيتمنى ان يكون الإصابة اللي جت لحمزة المسلوسي لاعب نادي الزمالك هي إصابة بالرباط الصليبي. الحقيقة انه يعني انا هسيب التعليق لحضراتكم، انا مش هعلق، لانه يعني ده موقف مخزي جدا. انت ممكن تكون زعلان من اللاعب، ممكن تكون مش بتحب اللاعب، مفيش مشكله، ولكن انك انت تتمنى لي الاصابه، واصابه مثل هذه الاصابه زي الرباط الصليبي، الحقيقه انه يعني انا مش قادر، يعني مش عايز اغلط، لانه انا يعني ده حاجه علاقه بين جمهور نادي الزمالك ولاعبته، ولكن عايز اوجه رساله للاعبين. شوف جمهور النادي الاهلي مع لاعبته بيتعامل، حتى لو هو ممكن يبقى غضبان على لاعبته من الاداء، ولكن لا يتمنى اصابه للاعب ليه. وهدي مثال اختم بيه لحضراتكم، وهو حسام عاشور. حسام عاشور عمل اللي عمله والجمهور غضب منه، وجمهور نادي الاهلي كله كان غضبان من حسام عاشور، ولكن حينما اصيب حسام عاشور مع نادي الاتحاد السكندري وكان هناك اشتباه قبل التاكد من صحه الخبر بانه اصابه بالرباط الصليبي، لم يشمت احد من جمهور النادي الاهلي في حسام عاشور، بل اتمنوا له ان هو تكون الاصابه بسيطه، او لما عرفوا اتمنوا له لما تاكدت الاصابه اتمنوا له ان هو سرعة الشفاء ويرجع للملاعب سريعا. أنا مختلف مع اللاعب حاجة، ولكن أشمت في إصابة اللاعب ده شيء الحقيقة يعني غير مفهوم وغير مبرر خالص إنه جمهور يشمت في اللعيبة بتاعته. أنا في نهاية الحلقة بتمنى إن الحلقة تكون عجبت حضرتك. ياريت حضرتك لو أنت ما اشتركتش لسه في قناة صوت الأهلاوية، ياريت حضرتك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. بشكر حضراتكم وألقاكم في الحلقة القادمة. سلام.